سي حمادي السري كرا ما كاين ما يتخبر غادي في الخضرين ولي شاف وجهك عمرو يطفر. وصلنا ميساج ديال السيدي حتى راه فهمت كلشي ولكن بيلانتي ما فهمتش الجبان بيلانتي بيلانتي تمنى لاعبين مع اثيوبيا سميتها البيناليتي. بيناليتي سهله فهمتيها؟ لا دابا خلينا من هادشي. انا بغيت نقول لك راه قال لك ما خلصناش هذوك التريتات هما مخلصينش فلوس القصير والشيخات اللي كنا جناهم اعاره 6 شهور. واش هما ما على بالهمش باننا غنطوروا الشركه ديالنا واننا غنزيدوا الخدامه وعلى ظهر العوبه غنولي ملياردير. استاذ حمادي كتبان لي ما عارفش الدواء واقيلا. ها هو الفيروس اش 4 ان 4 هذا غنطلقوا في الماء واللي يشربوا عيد الدب غيعطي حكومه اللي يضرب بلاد مكشر نقصوا شويه رومبوتياج بلاد مكشر. وواحد القضيه اخرى انا من تدخل شي كافي طواليت ديالها تتشد الصف بحال غتخلص الضرائب. ايه راه البشر كثر مهم مع فاكسينين انا الاول عاد فاكسينين اللي لاباس عليهم. وانت فين عمرك شتي ان الاغنياء تيموتوا بلي هاد الفيروسات ومن بعد من غيموت الناس غنطلقوا الفاكسان وغندخلوا الفلوس ونخلصوا جميع الكريدي اللي علينا ونوليو اثرياء. مزيان هادشي كلشي زين ولكن بين من غنبداو لوحوا الفيروس عند صحاب البرد هما الاولين. لا فين عمرك صحاب البرد انهم دخلهم ولا خرج من عندهم الفيروس هذاك ما معاهمش اللعب. لوحوا صحاب الزيروات. لا هذوك صحاب الزيروات هما جوارهما حبابنا وديولنا ما غنطلقوش لهم غنطلقوا الكحلشة والمقاطعة. هذوك ها الوحوا لهم ها تيقول لي ما في نفع غير دفع. ومن بعد غيولي كلشي ديالنا اللي في الارض ديالنا واللي في السماء ديالنا واللي ورايا ديالنا واللي قدامي ديالنا كلشي ديالنا كنبغيك السام. وها هو